على هذه الوجوه الصغيرة والمفعمة بالحياة تترجم أحلى الشامي شغفها وموهبتها بالرسم على وجوه الصغار في محاولة منها لمحو آثار الحرب التي أجبرتها على النزوح من تعز إلى ذمار مع أسرتها في العام 2014 للميلاد من ذاكرتها، واستبدال ظلامها بالألوان وأصوات آلاتها بضحكات الصغار، ولتحول موهبتها إلى مهنة تساعد من خلالها أسرتها وتوفر مصاريف دراستها، حيث تدرس أحلى في المستوى الثالث علوم إدارية بجامعة ذمار. طبعا حرب تعرف، وأنه خرجت من بيتك وأنت مرتاح وكذا، صار لك نكبات يعني سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل والحمد لله. فبدل ما تروح تمد يدك للغير واصطنع لك فكرة واصطنع لك أفكار أنك تمد على نفسك يعني من غير ما تفيد المجتمع، خدمهم واستفيد. تعد أحلى أول فتاة في محافظة ذمار تمتهن الرسم على وجوه الأطفال منذ سنوات، وترسم بريشتها بتمكن وإتقان أشكالا متنوعة وجميلة على وجوه الأطفال، تنعكس جمال هذه الرسومات فرحا وابتهاجا على ملامحهم، وتلاقي استحسانا كبيرا من الناس. هذا الخطوة حلوة، يعني تشكيلات للبنات، رسم للبنات، تشكيلات للأطفال، للأولاد. يعني أقول لك إيش أقول لك، هذا الرسم مبدع جدا، والتكلفة بسيطة، 100 ريال 100 ريال، يعني حاجة رمزية كويسة جدا. والله يا الطفل عندما ترسم له ذا بتروح سعيد، يعني بتروح نفسه طيبة، تروح البنت نفسه طيبة، يلا يشغل جهال الحارة، كل جهال الحارة بعدها يشتو كلهم يتلونوا. أرسم من أيام بداية 2014 تقريبا هنا بمحافظة ذمار، ألوان مائية، ألوان بستر عادي يعني، ولمعات كذا، طبعا كلها على لمعات ألوان وألوان بستر، كل طفل على حسب شخصيته أولا، وثانيا بنرسم كل شخصيات الكرتونية على وجههم اللي بتناسبه، فراشات، وردات، قطط، الكرتونية بشكل عام، ميكي ماوس، دعسوقة يعني كريشنا، نمار، يعني كان الأغلبية مش فاهم يعني ما عندهش وعي لهذا الفن، بس الحمد لله كل سنة عن سنة يكثروا، كل سنة عن سنة يتطوروا. تمثل أحلى أنموذج جميل في التحدي والإصرار وتحويل المحنة إلى منحة، فقد استطاعت بريشتها أن تخرج حياتها من نفق المعاناة إلى آفاق أوسع وأرحب.